كنعتقد بان هذا الجانب اللي ناقص كذلك في هذه العمليه، لان الادوار ديال المؤسسه السجنيه كما اشرنا فيها الجانب الامني ولكن فيها الجانب التربوي وفيها الجانب التاهيلي كذلك. هذا ما يسائل عدد من القطاعات، لان في المجال اولا التدبير ديال الفضاء فيه غادي يخصك ليه الامراض ملي كتوقع وحالات معينه، كاينه وزاره الصحه كذلك في التفاعل، وهذه كتكون فيها مشاكل لان احيانا كيقول لك المستشفى انا ما عنديش اي البلايص الى اخره، هذا خصو عمليه هذا. دونك هذا التداخل كاين، ما كاين التعليم حتى هو خصو يكون، كاين التكوين المهني، دونك خص هذا الشيء كله يكون. والان مع اوقاف الجانب الديني كاين الجانب الثقافي كذلك، لان هذا ولا حتى هو جزء من المكونات ديال السياسه اللي معتمدها المندوبيه، هو هذه الجامعات الربيعيه والصيفيه وما الى ذلك، اضافه للنوادي الى اللقاءات مع مثقفين. دابا الكتاب كيمشيو يقدموا الاصدارات ديالهم مع سجناء في عدد من الفضاءات في السجن المركزي، ومؤخرا كان في بني ملال هذا اللقاء. دونك هذه الوزارات كلها معنيه، بالتالي خصها التقاطع والتداخل بين الادوار خصو يكون فعلا حاضر كرؤيه، بان ما كنديروش على واحد القطاع مغلق. راه اداره السجون هي اداره السجون اللي مكلفه بداك الشيء كامل، لا فيه ادوار كذلك ديال فاعلين اخرين، اضافه الى الدور الاساسي ديال القضاء وديال السياسه الجنائيه. للاسف هذا موضوع اللي بقى كيتجرجر هذه سنوات. كان حوار وطني حول اعاده النظر في السياسه الجنائيه في القانون الجنائي وقانون الصرا الجنائيه، وكانت فيه ورشات على امتداد البلد بمشاركه محامين قضاة حقوقيين الى اخره، ولكن هذه سنين. دابا احنا كل حكومه كتجي كتسحب هذاك المشروع من البرلمان تقول لك تعاود فيه النظر، وتجي الحكومه الاخرى وتقوم بنفس الشيء. الحكومه الحاليه حتى هي دارت نفس العمليه. كنأملوا بان هذه اللحظه هذه يخرج هذا القانون، لان الى كان كنعتبره هو المدخل الجديد لترجمه هذه الرؤيه، اولا لكي يتلائم مع المقتضيات الدستوريه. نعم. النظره الجديده لعالم السجون. هو ديال 98 اللي خدامين به هنا. نعم. القانون ديال السجون هو اللي ديال 98. ديال 98، دونك من ذاك الزمان، والدستور هذا 11 عام باش 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 داز. دونك خص الملائمه تتم، خص القانون اولا باش يكون فيه هذه الملائمه مع المقتضيات الدستوريه مع الالتزامات الجديده، ولكن في نفس الوقت باش يعطي الاجوبه على الازمه اللي كيتخلقها السياسه الجنائيه في عالم السجون نفسه. هنا احنا نبسط قضيه يمكن تلقى راسه في السجن في السجن واحد. عندنا هذا هو القاعده الان مثلا ملي كنهضروا، عندنا العدد نفسه غادي وكيرتفع. الا خدينا المؤشرات ديال مثلا 15 كانت 74000، حوالي 74000 ديال الناس ديال ساكنه السجون. ملي كندويو في ديسمبر 21 وصلنا تقريبا ل 90000. 90000 كما ذكرت في ندوره تعادل ساكنه الدوله بين للاسف. دونك من الزاويه تماما هذه راه بامنها بالأنشطة الرياضية والثقافية ديالها، بالتكوين، بتأهيلها ملي تخرج من السجن باش تعاود ثاني تندمج في الحياة داخل المجتمع. هذا راه استراتيجية كلها كتحتاج إلى إمكانيات أولا، ولكن كتحتاج أولا نوضعوا الإطار القانوني المناسب اللي غادي يمكننا من تحسين هذه الوضعية، لان الا حيدنا واحد العدد ديال العقوبات الخفيفه من هذه الزاويه، درنا عقوبات بديله تولي الخدمات الاجتماعيه بدل ما توضع الناس في السجون، هذه الجوانب كنعتقد بانها غادي تجاوب على هذا، غادي تخفف من هذا الثقل ديال الاكتظاظ داخل السجون. والاكتظاظ بطبيعه الحال انا ما عندكش ليه شي حل اخر من غير السياسه الجنائيه، هو المدخل الاول. لان هذه النظره القديمه هي اللي خلات العاملين داخل المؤسسه السجنيه بمثابه وصم
بالنسبه لهم اللي كيعيشوا في الغادي غادي الحبس جاي من الحبس هذا قدام في الحبس دونك الصوره هي في المتخيل ديال الناس سلبيه على المؤسسه في حين ان ادوارهم غادي ترتفع لان دابا ملي كنقولوا هاد الحالات ملي كندويو مثلا الدراسات والابحاث اللي تدارت حتى مع الاداره ديال السجون حول مثلا الناس اللي كينتحروا ولا اللي تكون عندهم امراض عقليه الى اخره فكاين خصك تطلب من هذاك العامل في المؤسسه اللي كيراقب السجناء باش يكون يرصد المؤشرات اللي تسمح ليه يقول بان هذا راه ربما يعاني من كذا فهادشي كله راه تيطلب خبره تخص الناس تكون عندها تكوين اولا وخصها اوضاع اجتماعيه لائقه من مثلها باقي المؤسسات الامنيه في البلد باش تكون كتأدي هاد الادوار في وهي مرتاحه وهي كتأدي هاد الادوار في وضعيه صعبه معرضه للمخاطر في عالم مغلق لان حتى هو تعيش عالم السجن يوميا مسدود عليه داخله دونك هذا باش تكون يمثل من مخاطر من مخاطر بطبيعه الحال شحال من العاملين في المؤسسه السجنيه تقتلوا اللي تضربوا بالالات حاده الى اخره زعما اللي تعاطبوا كيبقى المخاطر حتى خارج السجن ايضا من حيث انتقام بعض الحالات اكيد دونك هاد الجوانب كلها خصها تكون كتخذ بعين الاعتبار اضافه الى قلنا هاد الادوار الجديده اللي مطلوبه من هاد العاملين دونك خص ترافقها كذلك خصك مستويات مواصفات معينه توفر في الموظف ولكن خص تكون الجاذبيه ديال المهنه حتى هي كذلك من الزاويه ديال الاوضاع الاجتماعيه ديال العاملين في هذه المؤسسات حنا هنا مثلا الاطباء ما كيطولوش في المؤسسه السجنيه ها هي الاداره دابا كتستقطب ما كتفتح كاع الباب باش تبغي تستقطب ولكن الاطباء ما يجيش لان ما عنده حتى شي امتياز ولا شي فضل باش يتحمل واحد الوضعيه اللي فيه صعوبه كثيره يمكن ليه يمشي يشتغل في فضاء عادي دونك هنا خاص المجهود خاص اولا تحسين الاوضاع ديال هاد الناس وضمانات المستوى الاجتماعي الى اخره وخص زياده في التاطير ديال العنصر البشري اكيد كان مجهود مثلا في خلال الخمس سنوات احنا المعطيات اللي تنقدموا حوالي 2650 الموظف اللي تزاد خلال هذه الفتره ولكن بالنسبه للارتفاع الكبير ديال الساكنه بحكم الاعتقال الاحتياطي الواسع اللي كاين مثل 45% ديال 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 هذا النزلاء المؤسسات كيطلب كذلك توفير العنصر البشري القادر على التاطير المناسب لهذا الكم من الناس اللي هو خصو يراقبهم دونك هنا يخص زياده بطبيعه الحال في تحسين الاوضاع وخص الميزانيات ديال المؤسسات تكون حتى هي تتخذ بعين الاعتبار لان الا كتعطي لواحد المؤسسه ميزانيه تهم 60,000 الناس ولا 70,000 الناس وكتوصل وتزيد واحد 20,000 زايده ما عندوش هو منين يجيب الموارد خص ثاني تدبير هذيك الموارد حسب الامكانيات المتوفره ما عندكش زياده حسب زياده المعتقلين كيزيدوك في الميزانيه كيصوتوا على الميزانيه بحال باقي الميزانيات في راس العام وكيطلقوك دبر انت وياه هذا هو دونك هذا الجانب خصو يكون الجانب الاخر في العنصر البشري هو التكوين المستمر اكيد ان المركز اللي تدار ديال تيفلت تيلعب دور في هذا الباب اللي عطي نتائج ايجابيه ولكن خص تكوين مستمر كاستراتيجيه لان الالتزامات تتجدد عند المغرب بنفسه على المستوى الدولي احنا مثلا لا خدينا غير البروتوكول الاختياري ديال اتفاقيه مناهضه التاديب احداث الاليه الوطنيه والسماح للاليه الدوليه باش تجي تزور فكان خص عمل هذا هو اللي احنا انطلقنا فيه كمشروع مع الاداره اللي اشتغلنا لمده سنتين في هذا البرنامج ديال تعزيز القدرات يفهموا الناس شنو هي الالتزامات الجديده شنو هي الادوار اللي مطلوبه منهم كيفاش يتفاعلوا مع الاليات الوطنيه والدوليه في هذا الباب فهنا الثقافه تتجدد المسؤوليات كذلك وهذا ما يمكنش يكون الا من خلال جعل العنصر البشري في صلب عمليه الاصلاح المؤسساتي.